بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور محمد خفاجة، بنشرح لابوراتوري بارشل دينشر بروسيدونتكس او اطقم الاسنان المتحركه الاكريل. احنا في شابتر 8 حاليا، وبنتكلم عن ال other forms of removable partial denture. افكركم بيهم تاني. كان اول فورم اللي هو السوينج لوك بارشل دينشر واتكلمنا عليه. النوع الثاني اللي هو single complete denture opposing Kennedy class 1 removable partial denture واتكلمنا عليه. وبعد كده هنبدأ النهاردة نتكلم على باقي الأنواع اللي هي sectional denture, snap on smile, partial over denture, attachment retained partial dentures, implant supported partial denture, temporary removable partial dentures. النوع اللي هنتكلم عليه النهاردة اللي هو ال sectional removable partial denture. sectional removable partial denture are constructed in separate parts, يعني أجزاء منفصلة عن بعضها. وده طبعا بيديني ميزة كبيرة في لو كان في undercuts أو tilted أسنان تلتد. أنا ما بشتغلش كتير مع المريض في فمه، أنا باخد مقاس والمعمل بينفذ السكشنال فارشل دينشر دوت. طبعا بيديني إيثيتك شكل كويس وبيسهل عليا الشغل في العيادة. بيبقى المريض لو ما يقدرش يقعد مدة طويلة في تحضيرات للأسنان أو تظبيط للأسنان معوجة، أو في سوفت تيشو أندركات او بوني اندركات او سنان تلتد قوي، انا بقدر اتغلب عليها بالسكشنال ريموفابل بارشل دينشر. ده they are used to exploit undercuts around the teeth. لو في undercuts حوالين السنين انا بتفادى المشكلة ديت. hard and soft tissue اذا كان فيهم undercuts require more than pass of insertion and are usually of split pin or locking bolts design. يعني هو بيبقى بيهربني من اذا كان في undercuts محتاج لها pass of insertion، ومش عارف في اكتر من undercut direction بتاعهم، مش قادر اعمل واحد partial denture جزئية واحدة. فكون ان هو بيبقى splitted او بيبقى sectional اكتر من جزء، فده بيديني سهولة في التعامل مع undercuts. The sectional metallic metal partial denture is designed to use mesial and distal undercuts for its retention instead of buccal and lingual undercuts. طبعا انا لما اجي اركب جزئية زي دي وهيمسك فيها الجزئيتين التانيين دول، انا مش محتاج الباكل او البالاتال او اللينجوال اندركاتس ونحط عليهم كلاسبس زي ما احنا بنعمل في الترديشنال بارشل دينشر. فهنا بيديني طبعا اثيتيك افضل بكتير من الكونفنشنال او الطبيعي. This system has the following advantage. ايه الادفانتج؟ No special tooth preparation is required. يعني مش محتاج ان انا احضر في السنان كتير. And the clinical time reduced to a minimum. يعني ما بنقعدش مع المريض كتير زي ما قلنا. Spaces that would trap food are eliminated by extension of the denture base into undercuts. يعني لما بقى فيه soft tissue او bony undercuts احنا بنعمل لها relief في الدينشر العادي. ليه؟ عشان نعرف نعمل path of insertion مظبوط. لكن في الحالة دي تكونه sectional، يعني كل جزء ممكن يركب ويتفادى الاندركات، وفي نفس الوقت يملالي المنطقة اللي تحت الاندركات دي، فبيمنعني الفود انه يبقى impacted. Retention is obtained without the use of unsightly buccal retainers. يعني ما بنحتاجش كلاسبات تمسك على السنين من قدام. زي هنا في الحالة دي ممكن أركب كلاسب على اللاترال أو الكناعي وهنا هوت، بس بيبقى شكلها وحش. لكن احنا بنستخدم undercuts اللي موجودة في السوفت أو البوني تيشوز بوني structures اللي موجودة. Unilateral removable partial denture can be constructed with reliable retention. يعني انا ممكن اعمل جزء مش لازم امتد للجنب التاني عشان اعمل يعني من الاذر سايد، من الرايت تو ليفت او ليفت تو رايت، عشان نعمل الريتينشن في الاذر سايد. مثلا في كلاس 2 مثلا، فاحنا بنضطر نعمل
وان سايد دينشر ونمتد للجزء الثاني. هنا في السكشنال ما بحتاجهاش. باكلونجر سبلينتنج كان بي اتشيف، يعني ممكن استخدم اعمل سبلينتنج ان انا بعمل كبيره او بمسك السنان باكالي ولينجوالي مع بعض. لينجوال اند باليتال كونكتورز كان بي افويدد، احنا زي ما قلنا مش بنمتد للجنب الثاني ونعمل لهم ميجور كونكتور كبير. In patient in whom labial and buccal undercuts are severe، يعني في حالات لما يبقى في undercuts severe ومضطر في الطقم العادي ان انا اتفادى الاندركاتس ديت واعمل باسيف انسيرشن مخصوص ليها عشان اتفاداها او عشان ما يجرحش المريض او عشان الطقم اصلا يدخل، لا كون ان هو سيكشنال فكل جزء بيدخل متوافق مع الاندركات بتاعته والجزء التاني يركب عليه ويمسكهم في بعض، ففي الحالة ديت بيديني بقدر اهرب من الاندركاتس. ريتينشن is sufficiently positive for denture to be worn by epileptics and with confidence، يعني ما بيتفكوش، يعني الأطقم الجزئية دي ما بتتفكش وتقع من المريض، لا ده احنا بنبقى مرتاحين ان احنا ممكن نركبوها للمريض لان هي بتستخدم كل الاندركاتس اللي موجودة سواء كانت بوني او من الاسنان، فبيبقى الريتينشن بتاعها مظبوط. ده الجزئية بتاعت او ده النوع بتاع السكشنال ريموفابل بارشل دينشر. النوعية الثانية من الـ other forms of removable partial denture الـ snap on design اللي بيقولوا عليها اللي هي هوليود سمايل، ده ما اقدرش اقول عليه partial denture وانا هو removable prosthesis. تركيبة بتتشال وتتركب تاني، لها ميزات طبعا ايه هنتكلم عليها. It is multi-purpose restorative appliance، لها استخدامات كتير. It is a removable appliance made of tooth-colored acetyl resin and it is intended to be worn over the existing teeth، زي ما انت شايف بتركب فوق الأسنان الموجودة أصلا وبتصلح فيها أجزاء وإذا كان فيها مفقود جزء بتعوضه. It can be designed as a full arch or unilateral device and may be used to replace missing teeth، زي ما بنقول إذا كان في أسنان مفقودة ممكن أنا أو جزء مفقود منها لما بركب عليها السناب أون بيبقى يديني شكل كويس ويعوض لي الشكل اللي مش مظبوط زي ما احنا شايفين كده أو إذا كان في مشاكل في السنان، وبنقوم مركبين فوق منه السناب أون. الـ indications as a removable partial denture، ممكن يستخدم كـ removable partial denture. Denture establish vertical dimension before starting full mouth reconstruction، ميزته ان انا ممكن اعلي او اوطي بعلي الاوكلوزال بلين الفيرتيكال دايمنشن بتاعي عن طريق ان احنا بنتخن الاجزاء اللي هي بتسند على السنان، فدي طبعا فايده مهمه خاصه لو اكون بحضر لتركيبه بعد كده، بتساعدني على ان انا بظبط الفيرتيكال دايمنشن بتاع المريض. As provisional for implant restorations، يعني ان احنا بنخلي المريض نقول له انت قبل انت فاقد السنان دي مثلا بعد كده هيبقى شكلك كده لما نيجي تركب الامبلانت. For cosmetic enhancement of color or alignment، يعني بحسن الشكل واللون بتاع السنان. It requires no preparation of the tooth structure، ما بنضطرش ان احنا نبرد السنان او نحضر فيها اي تحضيرات، احنا بناخد مقاس وبيتضغط عليها الاسيتايل بليت بحيث ان هي تديني الشكل الكويس ده من غير ما نحضر الاسنان او نبرد فيها، عشان كده بنسميه نون انفيسيف، يعني ما بنتدخلش في الاسنان او ناثر عليها. كومبليتلي ريفرسيبل، يعني انا مجرد ما بشيله برجع كما كنت في ساعتها على طول. كان بي ميد از سين از 0.5 مليمتر، ما بيأثرش وما بيضايقش المريض لان هو اصلا السمك بتاعه رفيع وله شيدز كتير اللي هم حوالي 19 لون اللي هم الالوان الطبيعيه بتاعتنا او الالوان اللي موجوده في السوق تناسب المريض لو هعملها سكشنال او بغير له اصلا اللون بتاعه. الانواع التانية غير اللي هي في الريموفابل بارشل دينشر اللي هي ريموفابل بارشل اوفر دينشر، ده السناب اون اللي هو التزاين اللي هو اللي فات.
اللي موجود حاليا دوت الريموفابل بارشل اوفر دينشر. اوفر دينشر يعني بحط الطقم بتاعي اوفر حاجه بتبقى موجوده اصلا في الفك، يا اما بتكون موجود فيها اسنان وبحورها وبديني ده بيديني سبورت وريتنشن كويسه جدا، خاصه لو فيها مينز اوف ريتنشن او فيها اتاتشمنتس، او على امبلانت ممكن اركبها على امبلانت او اسنان موجوده، عشان كده بنسميه اوفر دينشر. ديفينيشن: ات از ا ريموفابل بروثيسيس ذات از كونستراكتد اوفر اكزيستينج تيث او روتس او امبلانت فور بروفايدنج اديشنال سبورت وستابيليتي وريتنشن. الاذر نيمز اللي هو اوفرلاي دينشر او اوفرلاي بروثيسيس او سوبر امبوزد بروثيسيس، كل دي اسماء للريموفابل بارشل اوفر دينشر. انديكيشنز: فري اند سادلز كيسز اللي هي كلاس 1 و 2 طبعا احنا عارفينهم اللي هم فري اند سادل، ودوت كلاس 4 ده يعتبر انتيرور فري اند سادل. Cases with long span anterior edentulous space زي هنا، long span يعني عندي أسنان كتيرة مفقودة والمريض ما بيستحملش ان احنا نركب له partial denture باللينجوال فلانجز بتاعته والاكستنشن على الاذر سايد، فهو بيبقى في اللونج سبانز بيبقى كويس خاصة هو بيديني سبورت من الأسنان أو الإمبلانت. additional support for weak apartment teeth يعني لو في أسنان weak ممكن احضرها وهو لما الطقم بيركب عليها بيعمل لها سبلينتك مع بعض وديني في نفس الوقت برضو سبورت. سبورت وين فيو تيس ريمين لما يبقى سنان قليلة بدل ما احولها الى كومبليت دينشر، او حتى في حالة الكومبليت دينشر بدل ما تبقى هي كلها تيشو بورن سبورت او هي مستندة على اللثة فقط، بجد الاسنان الموجودة بستخدم الاسنان الموجودة او بحط عليها امبلانت ودوت بيفيدني في السبورت بتاعي. الكونترا انديكيشن من البروتيز بقى امتى ما اقدرش اعمل كده؟ mentally or physically handicapped patient يعني المريض اللي عقليته ضعيفة او ما يقدرش يعمل لها مينتنس يعني عنده فيزيكال هانديكابينج يعني مش ما بيقدرش يتحكم في ايديه او عنده شلل او شيء من هذا القبيل، او اذا كان منتلي هانديكاب يعني متخلف عقليا او عنده حاجه مؤثره في العقليه بتاعته، فالمريض ده ما يقدرش يهتم بالتركيبات اللي زي دي من ناحيه الهيجين والتنظيف بتاعها لان هي ممكن تعمل مشاكل لو اهملت. بالنسبه للامبلانت سبورتد بارشل اوفر دينشرز اللي هي اللي بتركب على امبلانت يعني بنزرع ما عنديش اسنان لكن المريض ما يقدرش يستحمل الديزاين الكبير بتاع البارشل دينشر بالكلاس بتاعته بكده، فانا بركب له امبلانت لكن العدد الامبلانت ما بيبقاش كافي ان انا اركب عليهم فيكسد، فبركب عليهم بارشل دينشر او في مرحله من المراحل بركب عليهم بارشل دينشر في حين مركب اللي هي الفيكسد بروسيجر. The principle of osseo integrated implants have been used for more than 20 years اللي هي الامبلانتس بقى لها فتره طويله بتستخدم، and its application can be extended to solve existing problems in the prosthetic dentistry. There are many implant systems available, so may vary while others are interchangeable. هو بيتكلم عن أنواع كتيرة من الإمبلانس موجودة بأشكال مختلفة بديزاينز مختلفة وده بيخلي يديني اختيارات كبيرة. Advantages of implant supported partial over dentures: higher rate of success طبعا نتيجة الوجود الامبلانت والتكنولوجيا اللي وصلنا ليها في الزراعة عطتني success rate كبير، وفي نفس الوقت الطقم اللي supported او مستند على implants بيبقى او اسنان طبيعية متحورة عشان يدي لي support كتير بيبقى افضل كتير جدا من الطقم اللي بيبقى مستند على اللثة فقط اللي هو traditional العادي. improved masticatory efficiency and performance طبعا ان هو عشان بيبقى طقم ثابت اكتر والسبورت بتاعه عالي فبيديني efficiency في الماستيكاتري بيرفورمانس اعلى او كفاءة المطر بتاعتي. superior patient satisfaction وده طبعا بيودي المريض ارضاء كبير. prevent alveolar bone resorption beneath the denture base خاصة لما بنحط سبورت على implant
زي هنا او وجود الاسنان. وجود الاسنان هنا هو ده بيحافظ على العظم اللي تحت منها. لو تلاحظ لما اتخلعت هنا الاسنان فوجئت ان العظم تآكل ونزل لتحت ودخل لجوه باكر الاندلينجولي، لكن في وجود الاسنان لما بنحضرها البروبريسبتورز بتدي ستيمولاي او بتدي احساس للمخ ان هنا في حمل بينزل فبيحافظ على الفانكشنال بون. لو تفتكروا احنا لما بنخلع السنه اللي بيحصل ريزوربشن في الفانكشنال بون، لكن هنا الفانكشنال بون بيبقى موجود نتيجه الاستيميليشن المستمر لما بنضغط على الاسنان. بروفايد اديشنال ريتينشن فور بارشال دينشر، طبعا بيدي لك ريتينشن اعلى نتيجه ان مش كلاس بس، لا ده انا بندي لك فورمات كتيره زي البولاند سوكيت والتي اتاتشمنتس، وده بيديني ريتينشن اعلى وفي نفس الوقت الاستيتيك بيبقى احسن. ريديوس ذا نمبر اوف نيدد كلاسز فور بارشل دينشر، طبعا لان هو بيقلل لي عدد الكلاس لان الريتينشن بتاعته بتتاخد من جوه. وبكده يبقى احنا نهينا مع بعض الشابتر 8 وخلصنا الكورس بتاع لابوراتوري بارشل دينشر بروسيدونتكس. اشكركم دكتور محمد خفاجه عميد المعهد الفني الصحي بالاسكندريه، ماجستير استعاضه صناعيه واستعاضه جراحيه. شكرا لكم.